ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. كما العادة كل إعادة فائدة خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين أشنو كتمنوا في السنة ديال 2023. إلا بغيتوا تعرفوا أشنو كيتمنوا أجيو معايا. وعليكم السلام أخويا. الأخ أش كتمنى في 2023؟ هو أخويا كنتمنى في هذا 2023 تدخل علينا بالخير والسعادة وينقصوا علينا هاد الأسعار هادو اللي دايرين هاد الهوتة ديال الأسعار. وكنتمناو يشوفوا في المواطن انه مقهور قهرنا الزمان وقهرنا الوقت بهاد الزيادات ديال الاسعار. الله يحسن العوان. وهذا ما كان دابا كتمنى ينقصوا في هاد المواد الغذائيه وهاد الشيء في 2023. وينقصوا لنا في المواد الغذائيه، راه العباد راه مقهورين الناس في العباد. والله يرزق الصحه والسلامه وطول العمر. هاد الشيء كتمنى في 2023؟ صافي. نتمنى غير ينقصوا لنا من الاسعار شويه، لان هادشي راه غالي بزاف في المواطنين. هادشي اللي كنتمنى. هادشي اللي كنتمنى ينقصوا منا هادشي ديال المواد الغذائيه. صافي هادشي بزاف علينا بزاف. صافي هادشي اللي كنتمنى. هذا هو الحلم ديالك كاع. هذا هو الحلم ديالي في 2023. 23 نتمنى توصل كاع المسؤولين اللي كيتفرجوا فيا، لان بالنسبه للدرويش راه بزاف عليه، وبالنسبه لواحد كاري وعنده وليدات راه صراحه بزاف. قاصحه عليه. قاصحه وفوق بزاف. 2023 تكون مزيانه حسب ما دار اللي فات. دابا كلها فساد، فهمتي؟ كلها الزيادات، كلها التخرميز، كلها الى اخره. لا في الرياضه لا في اي حاجه كنشوفوا هذا الفساد الرياضي، الفساد السياسي. وانا شي يصلحوا يكون داك الشيء مزيان، فهمتي؟ نتمنوا تدخل علينا بالخير ان شاء الله، فهمتي؟ والحكومه تشوف معنا حتى هي، فهمتي؟ الزياد تحيدهم الى اخره. فاش تشوف معك الحكومه؟ وتشوف معنا الشيء ديال حنا في غادي بينا، في غادي بينا، في غادي بينا. كتشوف نهار ربحنا البرتغال، زادوا علينا في الحليب ودانون ونسكافيه، يكون بحال فرنسا وقيله كون زادوا في السكر وتاو. كون زادوا بحالهم. وياه، ما كاين سير نيه، وبغينا الحكومه دير معنا النيه، فهمتي؟ كنتمنى نكون ان شاء الله نحقق الحلم ديالي، نولي صحفيه مشهوره في التلفازه، وندير كاع داكشي اللي كنتمنى. كيعجبك هذا الميدان ديال الصحافه؟ بيان سور كيعجبني، وما كانش كيعجبني ما غندخلش لي نهار الاول زعما. كنتمنى ان شاء الله يجي واحد النهار حتى انا نكون في ذاك المنصب. صحفيه مشهوره. فوالا، نكون في ذاك المنصب اللي كنتمنى. بكل تواضع. والسياسيين والمعارضة والبرلمانيين ورؤساء الجماعات اللي ما كيفكروش في المعيشة ديال الدرويش وديال الفقراء وديال المحتاجين، يشوفوا من حال هذا الشعب، وبخصوص في هذه الأيام ديال الثلوج، بخصوص في الجبال والناس القرى والناس اللي ما عندهمش، والناس المحتاجين والمتشردين، والناس اللي كتنعز في العراء، والناس اللي كتنعز في الزناقي، والديور الايله للسقوط. شوفوا من حالهم، شوفوا بعين رحمه في هذا الشعب المقهور، شوفوا به كيفاش كينعس ولا ما كينعش، واش كيتغطى ولا ما كيتغطاش، واش كياكل ولا ما كياكلش. سنه سعيده على الامه العربيه والاسلاميه في المغرب سواء في العالم. هذا الشيء اللي كنتمنى بكل تواضع. كنتمنى بكل تواضع انه الخير والخمير لهذه البلاد السعيده. ونكونوا به خميرين. ونكونوا به خميرين. انا كنقرا الصحافه وما كرهتش نكون صحفيه اللي مشهوره ان شاء الله في السنوات الجايه. دابا انا عندي بروميير اني في الصحافه، وكنتمنى نوصل ونكون مذيعه مزيانه ولا مقدمه اخبار ان شاء الله. يا ربي بغيت تربي ونوصل داكشي كامل اللي باغا انا ولا اللي باغين والديا ان شاء الله. كنتي تقولي طاب مساءكم. ان شاء الله يا ربي. كل تواضع. تحياتي.